نظام، مش هقولش فقير وغني، انا عايز يبقى انا فقير ورقه او كارنيه يساوي الغني في نفس المكان نفس الصحه، لان الصحه ما بتتفرقش في اختيار المرض. يبقى لازم يكون النظام بتاعي يقول انا داخل مش انا فقير ولا انا غني، انا داخل في مكان كل الناس داخلها زي بعض، الخدمه متساويه. بتطور بيها بقى معايير صحيه ومعايير جوده واثباتات علميه، اسمها البرهان العلمي ده، مش بيجرب في الناس الدوله المثبت ده هو الكبير جدا. دي المقدمه بقولها ان احنا محتاجين فعلا خدمه صحيه تغطي جميع المصريين. الافكار كلها عباره عن عايزين نوصل لها. ان شاء الله ان تتقدم الحكومه بمشروع القانون، وده لن ينفذ الا بضغط من الساده النواب على الحكومه. واذا الحكومه ما عرجلتش تقدم فعلى الساده النواب ان يستخدموا مشروع قانون هذا الحكومه.